مهندس وبالتوفيق انا ان شاء اللي الله. بشكرك وبالتوفيق دايما يا سياده اللواء. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن شوبير مساء الانوار. اهلا بك يا كابتن مدحت واهلا بالساده المشاهدين. وحشني يا كابتن مدحت. يا رب يخليك يا كابتن. انا امبارح علقت على مساله ان انت اعلنت ان انت لن تترشح لمنصب النائب. نعم. والنهارده الكابتن هاني بيقول ان هم يعني ادوا لك فرصه 48 ساعه لاتخاذ القرار. قول لنا ايه القرار بقى؟ لا هو الحقيقه كابتن مدحت الاول بمس عليك وعلى كل الساده المشاهدين الكرام، ومعلش متاسف مش عارف اتفرج عليك لان احنا الحمد لله ما عندكش كهرباء. الحمد لله الحمد لله من الساعه 11 للساعه 2 ربنا بيكرمنا. ومن الساعه 3 للساعه 5 من فضل يوميا. ده من فضل. طب ده شيء منظم جدا ان الكهرباء تتقطع في مواعيد ثابته. والله انا بكلمك بالفنيات الداخليه زي ما طلب رئيس الوزاره، وقطن في قطن كلها، وقاعدين كلنا في اوضه واحده بس مش عامله معانا حاجه برضه. نعم. طيب هو الحقيقه زي ما قلت لحضرتك وانت اقرب واحد ليا طبعا، انا كنت الحقيقه يعني ممتنع تماما عن خوض الانتخابات، لكن كانت الظروف اللي فاتت مع الضغط الكبير من المهندس هنا بريد او استشارتك انت شخصيا وبعض الاصدقاء المقربين، وكانت وجهه النظر لا لازم نكون متواجدين الفتره اللي فاتت، والجمعيه العموميه واصدقائنا اعزائنا كتير جدا الحقيقه، لكن كانت مدحت انا شايف الجو وحش مش حلو، الجو متوتر قوي والدنيا مضلمه وشكل مش حلو الحقيقه. النهارده مشكورا كابتن هنا بريده جاب المجموعه كلها وقعده طويله جدا، والراجل عمل حفله افطار على شرفي، وبعدين قعدنا بعدها في محاوله الاثناء عن قراري، شكرته جدا ويعني تمنيت له التوفيق واعلنت ان انا متمسك بقراري بعد عقود الانتخابات، وبتمنى لهم يا رب ان شاء الله. ليه؟ يعني انا عايز برضو السبب المباشر يا كابتن شوبير، يعني انت مساله ان الدنيا مظلمه والكلام ده كله انت تعلمها من فتره، لكن ايه اللي خلاك بعد موضوع قرار السيد العامري فاروق بتعيين لجنه مؤقته وبعدين تاجيل الانتخابات والكلام ده كله، ايه اللي خلاك تاخد القرار يعني؟ انا قلت يا كابتن اخر ميعاد بالنسبه لي 30/8. ليه؟ هو ده سؤالي بقى. جدا هكون امين جدا معاك، انا لما تقدمت بصعوبه شديده جدا. انا عارف. اتقدم قدامي حد ما فيش داعي يعني للتجريح في حد تاني، وجيت ما لقيتش الا انا وهو، فكل ما اجي بفكر كل شويه ان انا اتراجع، بس مش هقدر اسيب منصب النائب لحد كده يعني. حد ينهار يعني. فكنت مضطر ان انا اكمل لانه ما فيش حد. فلما ربنا اكرم وحصلت حته هيعيدوا فتح باب الترشح تاني، فهتبقى في فرصه لحد انه يتقدم من جديد، حد كفء لهذا المنصب. فقلت افضل، لان ما كنتش عايز، انا من جوايا مش حابب، عايز اركز في الاعلام يا كابتن مدحت الحقيقه. شايف نجاحاتي فيه الحمد لله بشكل كويس طبعا، كتير من اصحابنا الحلوين المقربين الاصدقاء برضو كان وجهه نظرهم لا انت الحمد لله ربنا كرمك ورجعت الاعلام بشكل كويس. يعني كانوا بيلوموا ان انا خدت الخطوه تاني والقرار تاني، فحسيت ان ربنا عز وجل بيفتح لي الباب من جديد، بيقول انت كنت متردد، اهو يا عم احنا بندي لك فرصه تانية اذا كنت عايز الابتعاد يعني. فمن هنا بصراحه فضلت الابتعاد دي. والله يا كابتن ملها اسباب غير كده خالص. اوكي. مع ان المجموعه محترمه جدا، باشمهندس هاني انت عارف حد جميل وحد محترم، حد هيفيد الكوره ان شاء الله بشكل طبعًا جيد طبعا بجد يعني، وانا الحقيقه مؤيد ليه طبعا وداعم ليه بقوه في مشواره الانتخابي، واتمنى ان شاء الله انه ينجح وانه يفيد الكره المصريه ويعيد النشاط الرياضي. والله يا كابتن ما في اي اسباب تانية ولا مبررات تانية عشان الناس ما تفسرهاش غلط. هو البعض قال لما سمع ان في طعون هتتقدم ضده وبتاع قال لك لا خدها من اثارها وابعد والكلام ده. عم ده واحد مجنون. ما انا مهم ان انت ترد يعني. بقول لك مهم انا معيش روحي العالي يا كابتن، يا كابتن ده حد مجنون يا كابتن. يا كابتن انا اسمي المعهد العالي للدراسات التعاونيه يا كابتن. يا كابتن ده محمود الخطيب وطاهر ابو زيد نفس البكالوريوس ونفس المعهد يا كابتن. ده واحد بيقول لك اصل كان في مش عارف اعتدى على محمد نصر بالضرب يا كابتن. واحد بيقول لك ده مش عارف كان مره ضرب واحد في طنطا، واحد بيقول لك اصل مره مش عارف القضيه اللي كانت مع الراجل بتاع ده. ايوه حد مجنون يا كابتن، والله ده كلام مجنون وكلام عبط يا كابتن. ده انا جابوا لي الورق اللي هم قدموا الطعن ده حوالي 350 ورقه، ده واحد فاضي انه بيجمع الورق ده يا كابتن، مش فاضيين للكلام الفارغ ده والكلام العبط ده. يعني نروح نمشي بقى كابتن، ده بيقول لك انا بريده من واحد متوسط يعني، عشان عندي ما انت عارف زمان كان في كليتين هندسه في مصر كلها، فكان اسمه المعهد العالي الصناعي. ايوه طيب. نفسه كده مهندس كده، كانت هندسه شبين كان اسمها معهد العالي الصناعي، نفس الامر مهندس هاني وهكذا. نعم. شغل جميل، الناس بتفسد في الكوره من زمان يا كابتن مدحت وانت عارف، بس فسدوا كل حته اشتغلوا فيها، مش فاضيين غير للكلام الفارغ ده، ما بنحبش نرد. عموما اهلا بيك يا كابتن في الاعلام ووداعا لاتحاد الكوره. مره ثانيه الحقيقه انا عايز بجد يعني اعزيك الفنان الكبير العظيم الاستاذ محمد نوح. الله يخليك يا كابتن. كان اب لينا كلنا، واديك شفتم ظاهره الحب اللي كانت موجوده في العزاء الحقيقه،
وفي الجنازه الناس قد ايه كانت بتحبه. وانا بشكرك ان انت حضرت الجنازه وحضرت العزاء، وده شيء مش جديد عليك يا كابتن. لا كابتن، حد عظيم وحد جميل جدا، ويعني ربنا يتغمده برحمته بقد ما اعطى للفن في مصر في كل مجالاته يا كابتن. اشكرك يا كابتن، وفي انتظار دعوتك ليا عشان اشاركك في برنامجك الناجح في اذاعه الشباب والرياضه ان شاء الله. مسك الختام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك التوفيق يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. اذا اسدل الستار على ازمه بدون لازمه، ازمه